ننتقل بكم إلى الجزائر، حيث أقيمت مراسم جنازة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بحضور خلفه عبد المجيد تبون وشخصيات أخرى. وعبر موكب الجنازة بين منطقة زيرالدا غربي العاصمة، حيث كان يقيم الرئيس الراحل، ومقبرة العالية التي يرقد فيها جميع الرؤساء السابقين وأبطال حرب الاستقلال الجزائرية. تنضم إلينا من الجزائر مراسلة سكاي نيوز عربية ناهد زرواطي. ناهد، إذن أقيمت للرئيس الراحل جنازة رسمية حضرها الرئيس تبون ومجموعة من المسؤولين، إلى ما يشير ذلك ناهد؟ نعم فضيلة، أتواجد هنا داخل مقبرة العالية خلفي مباشرة قبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي توفي عن عمر يناهز 84 سنة. دفن اليوم كما تفضلت وذكرت بحضور رسمي من بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائد الجيش أيضا الفريق سعيد شنقريحة، الوزير الأول، الطاقم الحكومي، وأيضا السلك الدبلوماسي. لكن فضيلة، 50% الأخرى المتبقية أن هذا الرئيس لن تلقى عليها النظرة الأخيرة بقصر الشعب كما هو متعارف عليه لكل الرؤساء الجزائريين السابقين الذين رسميا كانت تلقى عليهم النظرة الأخيرة بقصر الشعب من قبل المواطنين. أيضا هذا الرئيس موكبه لم يمر عبر الشوارع الكبرى للعاصمة الجزائر كما هو أيضا متعارف عليه في الجنازات الرسمية للرؤساء. وكذلك فضيلة، لا ننسى أن السلطات الرسمية الجزائرية أعلنت أمس عن تنكيس العلم الوطني وليس الحداد الشامل. تنكيس العلم يعني أنه لو الآن تمعنا في القنوات المحلية وحتى الإذاعات فإننا نجد البرامج تبث بشكل عادي، حتى أن جنازة الرئيس لم تلقن بشكل مباشر عبر القنوات الرسمية وحتى المحلية. إذا فضيلة، أيضا من بين الحضور اليوم كان شقيق الرئيس ناصر، وأمس ألقى عليها النظرة الأخيرة شقيقه سعيد بوتفليقة المتواجد في سجن حراش. لم يحضر اليوم شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة المتواجد في سجن حراش والمتابع بتهم الفساد. إذا فضيلة، كما قلت أنا أتواجد بمقبرة العالية أين يعني يجاور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رؤساء الجزائر السابقون. شكرا مراسلة سكاي نيوز عربية في الجزائر ناهد زرواطي، شكرا لك.